صباح الخير متابعي تونس الرقمية وتونزي نميريك، بث مباشر جديد ككل يوم أربعاء متابعينا على تونزي نميريك لايف. سنحاور فيه شخصية سياسية جديدة. ضيفنا اليوم هو مفكر وسياسي من قيادات الصف الأول بحركة النهضة، وهو المستشار السياسي لرئيس الحركة رشد الغنوشي قبل أن يعلن استقالته يوم 8 جويلية الفارط. صباح النور سي لطفي. مرحبا مرحبا وتحية لمتابعي تونس الرقمية. شنو أحوالك سيدي سي علي باسة؟ لاباس. سي لطفي باش نوجهوا لك مجموعة من الأسئلة كما تعرف وكما يعرفوا متابعينا الكل، هي متراوحة ما بين الأسئلة نتاع تونزي نميريك وأسئلة المتابعين. باش نبداو ساعة بالسؤال الأول اللي نسألوه في الغالب. لطفي زيتون هو سياسي باحث صحفي قيادي بارز بحركة النهضة ومستشار سياسي لرئيسها رشد الغنوشي قبل ما تقدم استقالتك كما أشرت من بكري شوية يوم 8 جويلية الفارط، ولكن زيتون بعيدا عن دواليب السياسة من يكون؟ اللي يجهل لطفي زيتون شكونه؟ زيتون هو مواطن تونسي عاش مدة كبيرة في المهجر 20 سنة، رجعنا بعد الثورة، متزوج السيدة منجيه العبيدي، صغار، درس علوم سياسية وتاريخ سياسي، وبعدين ماجستير في نظرية العلاقات الدولية، ناشط سياسي من مدة طويلة، توليت مهمة مستشار مكلف بالشؤون السياسية برتبة وزير في حكومة الترويكا الأولى، كنت مستشار سياسي لرئيس حركة النهضة، والآن أنا نشط سياسي. والآن استقالتك ما زالت إلى حد اللحظة حسب المعطيات المتوفرة على مكتب السيد رشد الغنوشي. خدمت مدة في الإعلام، كتبت في مجموعة من الصحف العربية في فترة المهجر، هذا هو. إذن استقالة لطفي زيتون واللي أثارت جدل كبير في الآونة الأخيرة كمستشار سياسي لرئيس الحركة منذ 2014 وأنت على رأس المنصب هذية، هل هي بداية إعلان القطيعة مع الحركة؟ هي تخلي على الصفة ما عادش عندها معنى، باعتبار أنه أنا الآن مانيش الصفة هذه ما هيش مفعلة، يعني من مدة لم أعد أستشار، من اللي بينت مع الموقف السياسي وعلى الخط السياسي مشيت فيه الحركة قبل سنة. العلاقة بالحركة ما زالت موجودة، أنا قلت أنه مدام أنا نجم نمارس قناعاتي ونعبر على قناعاتي وأفكاري في داخل الحركة، وما زال فم مجال لعملية التطوير اللي أطلقها المؤتمر العاشر حركة، معناها تحويل الحركة إلى حزب وطني مدني، مدام مازال فما إمكانية القيام بهذه المهمة ولو بالقليل أنا مازلت موجود في الحركة. وهل أنه بقائك في منصب مستشار لرئيس الحركة كان يمنع قيامك بهذه المهمة أنك تعبر على رأيك وأفكارك في إطار حركة النهضة؟ يعني كان فما نوع من الحرج يعني في هذا. كيفاش وشنو يتجسد بالضبط؟ كنت تفسر لنا سي لطفي لانه اسباب استقاله لطفي معناها فما حرج مواقفي ممكن تتسبب فيه لرئيس الحركه انه يتحمل واللي يتحمل مسؤوليتها، والحرج الاخر انه المستشار كما معناها هو يتصوروه في السياسه التقليديه انه هو ما يعبرش على رايه علنا، يعني عنده افكار يعبر على ليها لرئيسه، رئيسه عنده حرية يأخذ بها ولا لا. احنا ما ناش في الوضع هذا، احنا قلنا البلاد والحركة تحتاج أفكار جديدة، تحتاج تطوير، فكان لابد من أن واحد يعبر على قناعاته، ولا ود الأمر أنه يتخلى على الصفة هذه اللي هي صفة محترمة، يعني وأنا نقدر السيد رشد الغنوشي تقدير خاص، يعني تعرفوا علاقة به علاقة قديمة، ولكن ما نجمش ان ما تعودتش نجامل على حساب افكاري يعني على حساب الحقيقه يعني.
هل فما أسباب أخرى يجهلها التونسيين وبخلاف هذا السبب اللي أنت كنت أعلنت عليه سابقا، أنه اختلافك الفكري ربما أو اختلاف أفكارك مع شق في الحركة هو سبب استقالتك من المنصب هذا؟ أنا عبرت على في رسالة مطولة للسيد رئيس الحركة للأسباب في رسالة خاصة يعني. السبب اللي نجم نحكي عليه هو ما حدث في ما سمي الخميس الأسود يعني. يعني أنا كنت حذرت أكثر من مرة على من غياب المحكمة الدستورية، من عدم استكمال مؤسسات الدولة اللي أنا نعتبر الحركة مسؤول عليه باعتبارها الطرف الأكبر في البرلمان والطرف الأكبر في البلاد، الطرف السياسي الأكبر في البلاد. والمخاطر اللي جات نهار الخميس الأسود والارتباك وحتى سوء تصرف من بعض النواب خلني أنا نقتنع أنه منها عدم الانصات لنصايح ولمسائل بديهية الأصل يعني. أنه إحنا قد دستور يقول المحكمة الدستورية تعمل بعد عام، إحنا بعد 5 سنين ما عملناهاش. اللي هي المحكمة الدستورية هي سقف النظام السياسي يعني، هي أعلى مؤسسة وهي مؤسسة تحكيمية وهي مؤسسة تلاحظ التحولات في الوضع السياسي، معناها تلاحظ شهور مثلا أعلى منصب في الدولة اللي هو منصب رئيس الجمهورية، تحكم إذا فما خلاف بين المؤسسات، معناها تغييبها مش ما عادش غياب يعني 4 سنوات أصبح تغييب. وثمانية مرات يعجز البرلمان على انتخاب 3 أعضاء بركة، معناها باش يعطي المجال لرئيس الجمهورية باش يعين 4 أعضاء نتاعو، باش يعطي المجال لمجلس القضاء باش يعين 4 أعضاء نتاعو، أصبح فما تغييب لهذه هذه المحكمة. أنا شفت من الناحية السياسية هذا هو السبب السياسي المباشر منه اللي ما لأني ما عادش نجم نواصل في هذا الموقف. هذا التغييب أكيد مسؤول عنه أطراف معينة وكتل خاصة في البرلمان، هل أنه حركة النهضة من بين الأطراف المسؤولة عن عدم تركيز المحكمة الدستورية؟ أنا أقول أنه كل الأطراف، كل طبقة سياسية مسؤولة، وخاصة نواب البرلمان 217 مسؤولين على تغييب هذه المحكمة، وخاصة باعتبار النهضة هي الكتلة الأكبر والكتلة الأكثر انضباطا، معناها هي تتحمل المسؤولية الأكبر في غياب هذه المحكمة. وما ننساوش اللي الدستور، معناها النهضة هي المساهم الأكبر في كتابة الدستور يعني، وهي اللي حطت المحكمة هذه. صحيح. ولذا ما فماش، معناها الأصل أنه هي تكون أحرص الطرف على انتخاب ولا افراز هذه المحكمه. فما ناس تقول عامله فيتو على الناس، تقول لك اذا فما مخاوف. انا نقول ديما انه المحكمه هي مؤسسه، الافراد ماهمش باش يكون تاثيرهم الفردي مهم برشا. اذا المؤسسه قامت، والمؤسسه هذه باش تكون تحت رقابه دستوريه كبيره ورقابه اعلاميه كبيره ورقابه شعبيه كبيره، بحيث ما صعيب ياسر التلاعب بهذه المؤسسه. فيلزم تغليب المصلحه العامه وتغليب إنشاء المؤسسة واستكمال بنية النظام السياسي على البحث في توجهات الأفراد، وشكون هذا تبع شكون وهذا مع شكون، وإخضاعها هي زادة للمحاصصة الحزبية. آخر مؤسسة يلزم تخضع للمحاصصة الحزبية والإيديولوجية هي المحكمة الدستورية. يعني أنه تغليب الأفراد أو توجهات الأفراد على انتخاب هذه المحكمة الدستورية، على تركيز المحكمة الدستورية، كان النهضة كانت مساهمة فيها؟ ايه عندها مساهمة، عندها مسؤولية. نعم واضح. كنت زادة من أبرز المنددين بضرورة تحرير الإسلام من الصراع السياسي والفصل بين الدعوي والسياسي، وهو المسار الذي تؤكد حركة النهضة اليوم أنها تتخذه. فهل زيتون يعتبر هذه حقيقة ثابتة في توجهات الحركة، أم أنها استراتيجية سياسية تتوافق مع ما هو مطلوب على الساحة والحقيقة تبقى عكس ذلك؟ توجهات حركة النهضة الآن الجميع يلاحظ أن التوجهات على الساحة السياسية أصبحت حدثية، هل هي حقيقة الحركة؟ هذا قرر المؤتمر العاشر انطلاقا من تقييم مسار الحركة ومن حاجة مجتمعية يعني. المجتمع طالب من النهضة، والمجتمع في وضع جديد. احنا الثورة اللي وقعت في تونس غيرت من طبيعة الدولة، حولتها من دولة شمولية، من دولة معناها طاردة، من دولة قاهرة، إلى دولة منفتحة الارتقاء فيها عبر انتخابات حرة ونزيهة. وشفنا احنا
مثلا حركة النهضة اللي هي خصم تاريخي للدولة وصار سوء تفاهم تاريخي استمر تقريبا 40 سنة، كيفاش سمح لها بالحكم وبتولي أعلى المناصب في الدولة وحتى مناصب سيادية؟ فكان هذا الرد عليه المباشر أنه معناها النهضة أيضا تصير فيها تحولات، تتحول من حزب شمولي وإلا من جماعة شمولية معناها تحب تحكي في كل شيء وتحب تقرر في كل شيء وتحب تشرف على كل شيء، إلى حزب سياسي مدني مؤهل فقط لتسيير الدولة وتوفير الكفاءات وتوفير البرامج لتسيير الدولة. هذا في داخل الحركة فما ناس اعتبروه اللي هو معناها قرار معناها تاريخي وحقيقي وتحول معناها حقيقي، وهذا قرار كنت أنت من أبرز المدافعين عنه ودفعت حتى رئيس الحركة لتبني هذا الموقف في انترفيو مباشر مع قناة فرانس 24. أي نعم، وفما ناس في الحركة ما زالوا يعتبروا هذا نوع من نجم تقول الاستجابة للإكراهات الواقع والضغوطات، فهمتني؟ وفما قلة ما زلت تمارس في المقاومة أنه إحنا نبقى كما نحن نغيروا حتى شيء، فهمتني؟ وهذا طبعا تدافع يصير في داخل النهضة. نقول أنه لاحظت أنا بمناسبة الانتخابات الأولية الأخيرة اللي وقعت في أنه فما أنا ترشحت لتولي مكان في رئاسة قائمة تونس واحد، وشفت الاستجابة معناها في نخبة العاصمة التنظيمية القيادات الوسطى والدنيا في والميدانية في العاصمة انه تقريبا 40% كانوا معناها وانا ما دخلتش بماكينة والا دخلت معناها بافكار بجملة افكار اللي هي افكار كانت تم تعرضت لمقاومة شديدة معناها من طرف وتشويه شديد من طرف أشخاص في الحركة، زوز عندنا زوز كتل تنظيمية قوية في الحركة مارست نوع من الضغوط والتشويه، فهذا خلى أنا أقول أنه فما الآن كتلة في داخل النهضة أصبحت حقيقة تؤمن بتطوير الحركة وتحويلها إلى حزب سياسي مدني وطني حقيقي. حجم هذه الكتلة اليوم؟ ما نجم نقول إذا استندنا اعتبرنا هذا من نوع من الصنداج اللي وقع في العاصمة نقرب ل 40%. هل راشد الغنوشي يساند هذا التحول، رئيس الحركة في حد ذاته، هل يساند هذا التحول الجذري للحركة واللي نجم يحول مسار سياسي كامل لحركة النهضة؟ أستاذ راشد الغنوشي باعتباره رئيس الحركة هو في مكان يبحث عن مكان وسط لتجميع كل الأطراف، أولوياته يمكن أكثر متعلقة بوحدة الحركة بتناسق السياسي واللحمة التنظيمية أكثر منه متعلق بالخط السياسي والأفكار الآن. ربما اختلاف لطفي زيتون كذلك عن توجهات شق معين من حركة النهضة قد هو يكون زاد سبب خروجك من الحركة تماما، معناتها استقالة لطفي زيتون من حركة النهضة وليس فقط من مهامه كمستشار لرئيس الحركة. أنا قلت أنه إذا أنا بقي في الحركة مادام فما إمكانية للتعبير على آرائي ولممارسة عملية الإصلاح والحديث مع الناس، هذه المساحة تقل يوما بعد يوم يعني. وبمناسبة الانتخابات هذه أصبح لأول مرة في الحركة أنه يدفع الإنسان ضريبة لأفكاره يعني يستبعد أو يهمش، فهمتني؟ فنحس أنه تضيق مساحة الحرية ولكن هي ما زالت موجودة يعني. لست الوحيد اللي أعلن على تضييق مساحة الحرية سي لطفي، فما قيادات من حركة النهضة وقيادات صف أول وقيادات بارزة كذلك تأكد اليوم تغييبها عن مختلف اجتماعات الحركة، إقصائها، تأكد أنه فما قطيعة ما بينها وما بين الحركة. هل من الممكن نشهد انسحاب مجموعة من قيادات الحركة في آن واحد من حركة النهضة مستقبلا؟ هل هذا وارد؟ ممكن أقول كل شيء وارد، المساحة السياسية متحركة والناس إذا والآن معناها الحركة فيها صف
كبير من القيادات السياسية مختلف التوجهات، يعني مش توجه واحد، فماهوش معناها هو زواج كاثوليكي، يعني معناها إذا فما عقد بين الناس تجتمع عليه أساسه هو معناها حقوق متبادلة وواجبات متبادلة، إذا الناس شعرت أنه ما عادش عندها مكان وإلا ما عادش يسمعوا لها وإلا فما محاولة لإقصائها أو لتحجيمها، فما كل شيء وارد. يعني هذه الصراعات الداخلية ما كانتش تطفو قبل على السطح، الأسباب اللي خلت الصراعات الداخلية داخل حركة النهضة أكثر حزب منظم ومعروف عليه انضباط جميع المنتمين ليه سواء قيادات أو حتى قواعد، شنية اللي خلاها تبرز هذه الخلافات الآن على السطح؟ نقول اللي خلاها تبرز هو مزيد تسييس الحركة واقترابها من أنها تكون حزب، ونعرف أن الحزب ينبني على برامج ما عادش ينبني على عواطف ولا نوع من الايديولوجيا العامه، فهمتني؟ فهذا اللي يخلي معناها الناس تكون حريصه باش تعبر على ارائها وباش معناها تحاول انه ارائها تكون موجوده في الـ في الـ في السياق العام، وانه معناها كما تقول انت نوع من مش ما نقولش انا الصراع، ولكن نوع من التدافع، كل واحد يحب فكرته تمشي أكثر وفكرته يقع الأخذ بها، يعني في إطار الحرية وفي إطار علوية المؤسسات وفي إطار معناها النقاش الحر والديمقراطي اللي متعود عليه الحركة تاريخيا. سي لطفي، كنت أشرت من بكري أنك كنت مرشح لانتخابات اللي تكون على رأس قائمة في الانتخابات التشريعية لدائرة تونس واحد، وكان رئيس حركة النهضة اللي هو حاليا مترشح على نفس القائمة ادعاك لتكون في القائمة ولكن أنت رفضت. أي أنا من بعد ما تفجرت جملة من الصراعات والتدافع حول ترتيب القوائم وتم إقصاء مجموعة من قيادات الحركة بسبب منها سوى موقفها السياسي وإلا موقفها التنظيمي ولا تموقعها التنظيمي، أنا قررت صرف النظر على الموضوع هذا، وعلمت السيد رئيس الحركة أني أنا مانيش معني، وأيضا كذلك لست أني أنا زاد مانيش طرف في الصراعات التنظيمية، أنا عندي موقف سياسي، ما كتعودت في الحركة، ما عمري ما خذت صراعات يعني على موقع تنظيمي وإلا على وضع متقدم في الحركة، وإلا طلبت موقع من أي طرف كان في الحركة. إذا فما انتخابات ترشحت أنا مجلس الشورى أكثر من مرة، يقع انتخابي عضو مجلس الشورى، هذه هي المؤسسة اللي بالانتخاب، المؤسسة اللي بالتعيين، منها اللي هي المكتب التنفيذي أحيانا لم تقع تسكيتي من أعضاء مجلس الشورى، وأحيانا أنا رفضت، أغلب الأحيان أنا رفضت أن يكون عضو، عرضت علي كثير من المهام، ولكن أنا تمسكت أنه بمهمة المستشار اللي هي توفر حرية أكثر. راكم شفتوا وقت اللي ولات حتى المهمة هذه ماهيش معناها وضعي ماهوش متناسق مع ما نجمش نقوم بها على أفضل وجه، معناها تخليت على الصفة هذه بكل وأنا مرتاح، يعني مانيش قلق بالكل. يعني في الانتخابات التشريعية وإعداد القوائم للانتخابات التشريعية تم تغيير أو تدخل في تغيير رؤساء عدد كبير من القائمات المترشحة، كان تعطينا حوصلة سي لطفي على شنو صار من داخل بالضبط؟ والله ما داموا من داخل بالنجمش نعطيكم حوصلة، ولكن بالنتيجة فما وجوه. أنت كنت أشرت لها توا أنه تم التدخل في عدد كبير من القائمات وتغيير رؤساء قائمات على أساس بالنتيجة اللي يشوفوا فيها الناس كل، فما معناها ناس وقع تغييبها، مثلا كيف سي عبد الحميد الجلاسي اللي هو قيادي كبير في الحركة واللي هو جاب موقع متقدم في تونس اثنين، فما في اكثر من مكان وقع الغاء معناها نتيجه الانتخابات وترتيب القائمه بشكل مختلف تماما. يعني كنت قلت زاده انه ترتيب القائمات كان على اساس الاستهداف السياسي وعلى قاعده الولاء فقط. شنو هي الشروط اللي كانت مطلوبه لتكون على راس الترتيب في الاستحقاق الانتخابي التشريعي اللي تنافس فيه حركه النهضه وبقوه؟ والله مثلا انا تول
الحملة اللي تشنت عليا خلال الانتخابات فيها زوز محاور. محور أنه هذا ما هوش موالي لرئيس الحركة، هذه مفارقة طبعا، إذا أنا نتهم أني مانيش موالي لرئيس الحركة شكون اللي موالي، وأنه مانيش مع الشرعية. ومن جهة أخرى معناها فما حديث على الجانب الإيديولوجي أنه هذا يبعد على الإيديولوجيا بتاع الإيديولوجيا الإسلامية، ولا يتحدث في مسائل إحنا مانيش متعودين عليها كيف موضوع الحريات الفردية والفضاء الخاص. عنده موقف مختلف في برشا مسائل في موضوع العلاقة بين الديني والسياسي الأخير. هذه تقريبا المحاور اللي أقصات لطفي زيتون الهجوم، يعني هذه المحاور، أبرز المحاور اللي خليت واحد منها أقصى الناس الأخرى، يعني هذا أو ذاك. يعني واضح في حوار على إذاعة إكسبريس أف أم قلت أنه المشهد السياسي في عهد الرئيس الباجي، الرئيس الراحل الباجي قاد السبسي، لم يكن مستقرا ونحتاج إلى نقطة ارتكاز. حسب رأيك كيفاش تتجلى نقطة الارتكاز هذه؟ أي من أنا لا أنا ما قلتش فقط لم يكن مستقرا، قلت أنه الرئيس الباجي قاد السبسي الله يرحمه معناها مثل معناها ساهم مساهمة كبيرة في استقرار الأوضاع من خلال منع أولا وفر للديمقراطية التونسية حزب كبير ينجم ينافس ويعطي أمل لجزء من التونسيين أنه ممكن عملية التداول اللي هي العملية الرئيسية في أي تجربة ديمقراطية ممكن تصير في تونس ما بين جزء حزب كبيرة، وهذا اللي وقع في 2014. وأنه كذلك منع في يوم كبير من أيام تونس معناها منع التصادم ما بين زوز كتل البشرية متوترة وأعلى من قيمة الدولة، وانحاز إلى الدولة ومد يده للناس وأطلق سياسة كبيرة في البلاد اللي هي أنا أشوف قول سر الاستثناء التونسي اللي هي التوافق الوطني. هذا بالمقابل معناها الوضع الحكومي في عهده ما كانش مستقر برشا، وكثيرا نعرفه ما اشتكاه هو من أنه معاجز معناها باعتبار الصلاحيات المتقلصة اللي يعطيها له الدستور ما هو باش يعالج جملة من الأوضاع. الوضع الاقتصادي لم يكن على ما يرام، لم يتحول التوافق الوطني والتجربة الديمقراطية لم تتحول إلى نمو اقتصادي كما الأصل يحصل في الديمقراطية الكل بعد مدة معناها معقولة بحيث هذا الجانب. الآن احنا مرة أخرى الوضع أسوأ الآن، لأنه الساحة السياسية شهدت مزيد من التشتت. الحزب الكبير اللي تولد في 2012 وفاز في انتخابات 2014 واللي قلنا هو ممكن يعمل التداول مع حركة النهضة، هذا الحزب معناها تشتت وضعف ودخل معناها زاد عنصر جديد في المشهد السياسي اللي هم المستقلين واللي هم ما همش كتلة موحدة ولكن كتلة معناها جاذبة للناخبين، حيث هي تعمل مزيد من التشتيت الكتل البرلمانية. النهضة بيدها ضعفت معناها ما عادش التمثيل الشعبي متاعها والقاعدة الجماهيرية متاعها ضعفت، حيث احنا مشهد البرلماني متوقع والحزبي. أسباب ضعف حركة النهضة حتى أنه عدد كبير من الأحزاب خلينا نكمل، بحيث الآن نحتاج النظام السياسي في حاجة أكثر من قبل لنقطة ارتكاز، وهي الأقدار على كل معاونة تونس مرة أخرى معناها في هذا في المصايب فيها جانب المصيبه اللي احنا ان شاء الله معناها ربي يرحم السيد الرئيس ويصبر التوانسه وعائلته عليه، ولكن الجانب الايجابي في الموضوع هذا انه يجعل الانتخابات الرئاسيه قبل الانتخابات التشريعيه، وهذا جيد في الوضع نتاعنا لانه كما قلت لك يعطينا نقطه ارتكاز صلبه، خاصه اذا نجحنا باش نختاروا شخصيه معناها رجل دوله كبير وفاهم الوضع ومستعد يواصل سياسة التوافق وعلى مساحة واحدة من كل الأطراف، على مسافة واحدة من كل الأطراف. هذا يخلي رئاسة الجمهورية ستكتسب في المرحلة القادمة أهمية أكثر من السابق، وستلعب أدوار أكثر من السابق في محاولة لملمة الوضع وتوحيد الطبقة السياسية وتشكيل الحكومة، حيث هذا ايش قلت انا انه الشخصيه هذه هل يلزم تكون متحزبه او غير متحزبه؟ انا في رايي انه لو الاحزاب تعمل مره هذه مزيه
بس نقول بس نقول بصراحة تعمل مزية وإلا تعمل معروف في البلاد هذه أنها لا تتنافس على الموقع هذا، تخلي جملة من الشخصيات المستقلة الكبيرة. هذا لا يمنع مش ندعو منع الناس من ممارسة حقها، الترشح عنده شروط، حق لكل مواطن تتوفر فيه تلك الشروط سواء متحزب أو غير متحزب، وأنا ندافع على حق الناس كل فين، ولكن نحكي من الناحية السياسية ومن حيث معناها على المصلحة العليا للبلاد أنه نتفقوا على شخصية وطنية معناها شخصية وطنية محايدة على مسافة واحدة كما قلت من كل التوجهات ومن كل الأحزاب، معناها نكونوا معناها قدمنا معناها خدمة كبيرة لبلادنا، ونحن نتفرغ كأحزاب وككتل سياسية نتفرغ للحكومة وللبرلمان وللبلديات، ما ننساوش اللي عندنا معناها شانتي كبير ياسر في البلديات، ما زالت البلديات لم تستقر، النظام السياسي بيده ما زال ما استقرش، ما فيش محكمة دستورية، ما فيش هيئة منتخبة، ما فيش مجالس جهوية، هيئة مكافحة الفساد والحوكمة، ما فيش مجالس جهوية اللي هي المفصل الرئيسي أنا أقول في البناء السياسي التونسي، ما زالت غايبة، بحيث ما زال عندنا شانتيات كبيرة باش نستكملوا النظام السياسي باش نستكملوا الترجيل المشهد السياسي، ونخليوا الرئاسة اللي هي تمثل البلاد وتحكم بين المتصارعين وتحاول تجمع شتات الفرقاء، نخليوها معناها لشخصية معناها توفر فيها هذه الشروط. يعني الشخصية الأنسب حسب لطفي زيتون واللي موجودة حاليا على الساحة وتتوفر فيها مجموعة هذه الشروط، أنا نشوف أنه توا بدا فما اسم كبير قاعد يذكر، مازال مش عارف هل هو هل قررت ترشح من يقرر، مع احترامي كل الأسماء الموجودة معناها هي مؤهلة ومحترمة وأسماء كبيرة، ولكن اسم السيد عبد الكريم الزبيدي أنا يخليني معناها نفكر أكثر معناها في أنه يكون معناها هو رجل المرحلة القادمة. يعني تعتبر أنه سيد عبد الكريم الزبيدي سيكون أو إن ترشح سيكون هو رجل المرحلة القادمة؟ أنا أشوف أنه بحكم معناها قربي للرجل، أنا خدمت معاه شوية ولكن فما علاقة شخصية معناها ثانية، ما نشوف الشخص مؤهل يعني لهذا الموقع يعني إذا قبل. في تصريحات رئيس حركة النهضة سيد راشد الغنوشي كان حكي على العصفور النادر، هل من الممكن أنه يكون عبد الكريم الزبيدي هو العصفور النادر اللي تدعم الحركة مستقبلا؟ أنا ضد هذا التعبير، أنا ضد هذا التعبير، والموقع هذا موقع مهم في الذهنية بتاع التوانسة في تاريخ تونس وفي حتى في الدستور، ضد استعمال هذه التعبيرات، واحنا نحتاج ماهوش شخصيه ترضى عليها حركه النهضه فقط، ولكن نحتاج شخصيه تحقق نوع من التوافق الوطني والاجماع الوطني، كل الاحزاب وكل التوجهات السياسيه وحتى المنظمات ومع ما تمثله من طبقات اجتماعية ومن فئات، تلقى فيه معناها تلقى فيه نفس هذا اللي لوجوا عليه. يعني حديث العصافرة أنا ما عنديش فيه. يعني سي لطفي، كنت حكيت على ضعف حركة النهضة، حسب تقديرك أنه حركة النهضة حاليا تشهد ضعف؟ أي طبعا، لأنه أنت وقت اللي تولي طرف كبير وحولك شتات، معناها اللي يقوي الأحزاب السياسية واللي يقوي التنظيمات والمنظمات هو الصراع السياسي، التدافع السياسي، تجي أنت تولي موجود أنت كبير وحولك شتات بالطبيعة باش تتهرى، يعني باش تلقى فيزافي تتنافس معاه تحدث معاه، فيضعف الإنسان، إضافة أنه هذا يخلي عليك العبء الأكبر ويلقي عليك المسؤولية الأكبر، وتولي في نظر الناس مواطنين العاديين أنت تحمل حتى مسؤوليات أنت ماكش مسؤول عليها بالفعل، تولي تتحملها معناها باعتبارك أنت الطرف اللي يعرفوه، حيث النهضة الآن في البلاد المواطنين الكل تسألهم يسمي لك النهضة، تقول أسمي لي حزب سياسي يسمي لك النهضة، بقية الأحزاب فما أحزاب ما غير معلومة، وفما أحزاب تعرفها جزء من
جزء من البوبيلاسيون. النهضة هي بحيث هذا يخلي النهضة في أذهان وتصورات المواطنين هي المسؤولة على ما يحدث، والواقع اللي موجود واللي النهضة مسؤولة عليه في تصورات الناس، ولكن أحيانا ليست مسؤولة عليه حقيقة، يعني باعتبار النهضة هي جزء من الحكومة وجزء ماهوش، ولكنها الجزء ماهوش الأقوى والأكبر من الحكومة. ليس لا لا ليس له الأكبر ولا هو الأقوى، ليس له الأكبر. حزب تحية تونس هو الحزب الأكبر في الحكومة يعني، ونشوفوا القوائم تو المترشحين ورؤساء القوائم تو نعرفوا شكون معناها كم وزير يترأس القوائم تاع تحية تونس، بحيث ولكن النهضة باعتبارها كما قلت لك الحزب الأكثر حضورا، الحزب الأكثر استمرارية في دواليب الدولة من الثورة إلى الآن، تحمل المسؤولية، وهذا من شأنه باش يضعفها باش تدفع فيه تكاليف، لأنه كما نعرف الحكم يهري، يعني مش معناه يهري، يهري من الناحية الشعبية. فما عدد كبير كذلك من الأحزاب اللي كي نسألوه مثلا هل إذا فزت في الانتخابات الرئاسية وحتى التشريعية القادمة هل من الممكن أنك تعاود نفس سياسة التوافق مع حركة النهضة، مع العلم أنه حركة النهضة هي المرشحة لأن تكون في المراتب الأولى ومن الممكن أنه يليها حزب من الأحزاب، ونضطر لإعادة نفس التجربة متاع 2014؟ معظم الأحزاب ترفض هذه السياسة، علاش ربما؟ أولا هذا الخطاب معهود قبل الانتخابات عادي، مش غريب يعني، لأنه قبل الانتخابات كل واحد باش يقول أنا باش نحب نحكم وحدي، وإلا الطرف اللي أنا باش نتنافس عليه، وكل الأحزاب هي تتنافس مع حركة النهضة باعتبارها كما قلت لك هي الطرف الأكبر، فعادي أنه يقول أنا مانيش باش نتحالف معاه. بالمنطق نظريا يعني إذا النهضة كانت موجودة 8 سنوات أو في الحكم ولا 9 سنوات عادي أنها تعود للمعارضة لاسترجاع أنفاسها، واللي معناها إعادة بناء البرنامج متاعها، إعادة معناها التموقع السياسي متاعها، هذا نظريا عادي. ولكن في ظل الشتات اللي موجود، إذا الأطراف غير النهضة ينجموا يعملوا حكومة مستقرة وقوية يا حب هذا يعني. ديما الديمقراطية تحتاج حكومة قوية ومعارضة قوية يعني، والنهضة تنجم تكون معارضة قوية وبناءة يعني، اللي أنا نأكدوا أنه النهضة ماهيش لو في المعارضة ماهيش باش تعطل يعني مسار البلاد وإلا تعطل القوانين فقط للتعطيل. هذا إذا ممكن، هذا إذا ممكن، إذا ماهوش ممكن، إذا ماهوش ممكن أنه نعمل حكومة معناها مستقرة قوية إلا بالنهضة، نشوف أنه دائما مصلحة البلاد اللي حددها الناس باش تجلس وفقا لنتائج الانتخابات التشريعية، وستزول هذه الفيتوات بعد الانتخابات، نشوف ستزول هذه الفيتوات، والناس باش تبحث عن، نظن انه صار لنا من المشاكل في البلاد وعندنا من المخاطر، الموضوع الاقتصادي بدا يدخل في مرحلة الخطر، البلاد مهددة بالإفلاس والانهيار الاقتصادي، الارهاب شفناه بدا يرجع يضرب في قلب العاصمه قريب من اماكن حيويه في البلاد، حيث اذا الطبقه السياسيه مسؤوله تجلس وفقا لنتائج الانتخابات وتوصل لتوافقات حقيقيه يعني، ما زالت البلاد في حاجه للتوافق يعني. سي لطفي باش نرجع على ما شهدته الساحة السياسية مؤخرا، قراءتك اللي صار مؤخرا في البلاد على إثر إعلان خبر وفاة رئيس الجمهورية سيد بشقات السبسي؟ أنا كل الوقع أنه تغرق من لي السياسة والسياسي لازم يكون ما يتعلقش برشا بالمسائل هكا الغير عقلانية والمسائل متعلقة بالصدفة ولكن اللي وقع في تونس منذ سميناه الخميس الأسود، العملية الإرهابية ونقل السيد الرئيس إلى المستشفى، وإعلان كثير من الأطراف وكثير من القنوات على أنه توفى، والسلوك اللي تحدثنا عليه اللي وقع في مجلس النواب، وبعدين عودة الرئيس لمدة أسبوعين، قول أسبوعين هذوما هما أهم أسبوعين في حياة الباجي قايد السبسي الطويلة، اللي هي معناها عاد فيها العداد الشعبية متاعه والتعاطف الشعبي معاه، نظف كثير من الشوائب اللي تعلقت بالمسيرة متاعه، عاود جمع التوانسة من جديد حول شخصه، رفض قانون توجه له معناها لإقصاء طرف من العملية السياسية، وانا بلغني انه هو معناها برر هذا بانه قال انا
معناها من اللي رجعت للحياة السياسية وأنا ضد الإقصاء، ضد معناها تحسين قانون تحسين الثورة، ضد إقصاء الناس على أساس العمر بتاعهم. قال أنا ما نجمش نختم حياتي بأني نقصي جزء من ال... إذا بعدين الناس تحب معناها تفرض القانون هذا بطريقة من الطرق، معناها أنا مانيش مسؤول على هذا، فاختم حياته. وشفنا المشهد الوطني الكبير معناها اللي ورى للعالم شعب آخر، معناها تونس، معناها تونس اللي احنا ممكن نطمحوا لها، معناتنا لقطه من تونس المستقبل، كيفاش شعبها، كيفاش شعبها يتصرف. نجحنا نظمنا تونس مع عمرها ما نظمت جنازه وطنيه، مع عمرها ما توفى حاكم، من اخر حاكم كان في مش كان تونس، حتى كان الدول العربيه عموما كان في الثلاثينات. ليه؟ لا ليش برشا، النظم الملكيه ديما الملك يتوفى هو في السلطه يعني، وتنظم له جنازه. ولكن احنا بلادنا ما لك رئيس منتخب المره الاولى، رئيس صعيب يعني، عبد الناصر اخر رئيس اللي مات هو في السلطه ونظمت له جنازه، جنازه الباشي قايد السبسي، من الجنائز الكبيره باش تبقى في تاريخ البلاد، وباش تبقى في خاصه محفه من حولها من 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 تلاحم وطني ومن عاطفه كبيره، حيث باجي مشى خلى البلاد افضل بكثير من قبل اسبوعين من وفاته. كان مشهد قاتم برشا يعني، خاصه التزامن المرض نتاعو مع العمليه، خاصه عن محاوله الانقلاب في البرلمان الى غير ذلك. فهمتني؟ اي معناها انا صعيب نسميه عمليه الانقلاب، ولكن ارتباك وتسرع وقل التجربة في التعامل مع مثل هذه وثمن كما قلنا مرة أخرى لغياب المحكمة الدستورية. ثمن ذاك شوية بركة اللي دفعناه، ثمن غالي برشا، ولكن ربي يلطف بالبلاد يعني. شغور منصب رئاسة الجمهورية، ذكرنا أكيد لتقديم موعد الانتخابات الرئاسية على التشريعية، هل سيلعب دورا في تقدم أحزاب عن أخرى؟ وما هي حظوظ حركة النهضة في الانتخابات القادمة؟ هل هي نفس حظوظها في 2014؟ تقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات التشريعية أكيد باش يكون عنده دور على تأثير على الناخبين بالنسبة للتشريعيات، هل هذا صحيح ولا لا؟ جدا صحيح جدا، هو سيؤثر الآن الانتخابات الرئاسية هي باش تكون، مانيش باش نقول محددة، ولكن مؤثرة تأثير كبير على الانتخابات التشريعية. المطلوب من الأحزاب حسن اختيار المرشح اللي باش تقف معاه في الانتخابات الرئاسية، لأنه هذا باش يأثر. ديما الانتصار يجلب الانتصار والهزيمة تجلب الهزيمة، بحيث اللي راهن على مرشح في الرئاسية وينهزم ذلك المرشح، هذا سيؤثر قطعا على وضعه في الانتخابات التشريعية. كما قلت لك الإيجابي في هذا أنه الهرم عاد كان مقلوب، الهرم نعملوا الانتخابات التشريعية وبعدين نعملوا رأس الدولة، الآن الهرم عاد إلى وضعه الطبيعي باش ننتخبوا رأس الدولة وبعدين ننتخبوا البرلمان يعني. حركة النهضة في الاستحقاق الانتخابي القادم وتقديم الانتخابات الرئاسية على التشريعية، حظوظ الحركة؟ حظوظ الحركة متعلقة كما قلت لك أول شيء بمن هو الرئيس المرشح الرئاسي اللي باش تراهن عليه وباش تدعمه، ثانيا بطريقة تقديم نفسها للناس، هل ستنجح في تقديم نفسها للناس بالطريقة اللي التوانسة ينتظروها منها، البرنامج اللي باش تتحدث به، الجرأة في إجراء الإصلاحات اللي طلب بها البلاد، هذا كله باش يأثر في وضع النهضة يعني. تقييمك لفترة حكم الرئيس السابق الباجي قايد السبسي؟ كما قلت أنه الميراث الباجي قايد السبسي هو زوج مواقف اللي عملها الكبيرة، معناها هو توفير حزب كبير للبلاد، مكننا باش نعديو انتخابات 2014 وباش يصير تداول هذاك اعاد الثقه في الديمقراطيه التونسيه وخلاها تتواصل وخلى الاستثناء التونسي يصير. والجانب الثاني هو منع الاقتتال والتحارب وابداع مفهوم التوافق، مد يده هو لكل الخصوم، وخاصه حركه النهضه اللي نذكره في 2013 كانت خصم شديد وكانت في الحكم، منع نفسه من الانتقام لأنه كان عنده زوز خيارات، الخيار أما يورط حركة النهضة
في قمع الناس وفي قمع المظاهرات، واللي هي جزء من رأس مالها المعنوي والرمزي أنها هي تعرضت للاضطهاد وتعرضت لكثير من الإقصاء إلى آخره، فكان ينجم يدفعها لهذا في 2013، وإلا كان ينجم يخليها تخرج من السلطة بحكم الشارع، يعني تحت وطأة المظاهرات والاضطرابات وإلى آخره. ونعرف احنا الطرف السياسي اللي يخرج تحت وطأة الشارع شنو اللي يقع فيه، يعني يقصى من الحياة كما وقع للتجمع الدستوري الديمقراطي. فهذا لا، الباجي معناه في الأخر قال احنا انتصر لعلوية الدولة وانتصر لاستمرار الدولة، وقال معناه نوفر مخرج عبر الحوار الوطني، وفر مخرج مشرف لمنظومة الترويكا وقتها أنه نخرج بالحوار الوطني وينقل الحكم إلى حكومة محايدة متاع التكنوقراط وتنظم انتخابات ويسمح لأنه هذا الشرط وضعته النهضة أنه يسمح باستكمال الدستور، وسمح باستكمال الدستور ونظمت انتخابات خلال سنة، بحيث هذا نقول أنه من أفضل بعد فضل ربي سبحانه، من أفضل السيد الرئيس الله يرحمه، كما قلت أنه فترته شهدت عدم استقرار في حزبه، بعد عندما ذهب إلى رئاسة الحكومة الحزب معناها شهد تشتت وارتباك كبير، عدم استقرار حكومي، صارت صراع، انفجر الصراع بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة رئاسة الحكومة. ونقول هذا مرة أخرى السبب الرئيسي فيه، ممكن الأفراد والأشخاص عندهم دور والأحزاب، ولكن السبب الرئيسي فيه هو غياب وعدم استكمال بنية النظام السياسي وغياب المؤسسة التحكيمية ما بين الطرفين. فهمتني؟ الموضوع الاقتصادي أيضا لم يستطع التوافق الوطني، هذا مسؤولية الأطراف الكل مش مسؤوليته هو وحده، ما نجموش يحولوا انتظارات الناس والحريات السياسية اللي موجودة إلى حرية اجتماعية وإلى نماء ونمو ورفاه اقتصادي، إلى نهوض بالجهات المحرومة، إلى التفات للفئات اللي غير الفئات غير المحظوظة خاصة فئة الشباب، ما تقدمت لها حتى معالجات. هذا تقييمي لفترة الحكم. سي لطفي، عدد كبير من المتابعين يشيروا الجوز كتب الموجودين خلفك وهم بورقيبة والسيد البيجي قايد السبسي. هذا من أنا بورقيبة هو مؤسس الدولة الوطنية، وإحنا أنا انتميت للتيار معناها شهدت علاقته بالرئيس والزعيم بورقيبة سوء تفاهم تاريخي كبير. نقول حان الوقت أنه معناها الملف هذا نغلقوه ونعترفه بالشخص هذا وبالزعيم هذا كأحد محرري تونس، مساهمة رئيسية في تحرير البلاد من الاستعمار، وكان هو المساهم الأول في بناء هذه الدولة اللي احنا نعيش في داخلها، واللي هي من بين كل الدول التي تعرضت مش للربيع العربي، للعاصفة العربية، هي الدولة التي صمدت، معناها الدولة التي صمدت واللي قدرت تتفاعل معناها تنفتح على كل أبنائها وتسمح لهم باش ينظموا انتخابات وباش يتداولوا على حكمها، تسمح حتى الخصومها التاريخيين باش يدخلوا في مواقع متقدمه فيها، انتجت مؤسسه عسكريه معناها جمهوريه مؤمنه بالشرعيه حاميه للدستور، وشفناه هذا توا في الظروف هذه قاعد يتجلى، وماهيش مؤسسه ليست متكالبه على السلطه، جات السلطه قدامها اكثر من مره في احداث نعرفوها في 2011 وفي 2012 وفي مناسبه الاغتيالات اللي وقعت قدامها، الدوله ما حبتش معناها تستولي عليها، ولكن حرست الشرعيه وحرست الدستور، حيث هذا كله معناها لازم ناخذه بعين الاعتبار معناها في التعامل مع هذه الشخصيه. السيد الرئيس الله يرحمه باجي قايد السبسي ايضا ارتقى معناها بوفاته، اصبح رمزا من رموز الوحده الوطنيه التي تجمع التوانسه، فهمتني؟ زاد كذلك لازمنا ديما نذكروه ونعترفوا له بالجميل يعني. اذا تقييمك لحكومه يوسف الشاهد؟ التقييم هو جزء من اللي قلته على حكومه على فتره سيد الرئيس، يعني معناها الحكومه كانت شهدت عدم استقرار،
ما نجمناش نقوموا بالاصلاحات، مانيش نحمل انا الاشخاص كما قلت لك، انا الاشخاص ما همش هم المسؤولين في نظري، البنية السياسيه والاوضاع السياسيه الظروف هي المسؤول الاول، ولكن زاد الاشخاص عندهم مسؤوليه فرديه ومساهمين في هذا. فانا ما نشوفش انه الحصيله معناها ايجابيه برشا، معناها فما في الجانب الامني عندنا نجاحات، عندنا معناها مؤسستنا الأمنية ما شاء الله يعني ماشية تتقدم، سواء في علاقتها مع المجتمع، ما نقولش احنا وصلنا للكمال، ولكن في علاقتها مع المجتمع، نظرة المواطن، نظرة المواطن ليها، تعاون المواطن معها، تفاعله مع إنجازاتها شفناه جل خاصة في موضوع مقاومة الإرهاب، كيفاش التناسق الكبير والتناغم، وهذا هي مسؤولية الحكومة، معناها من إنجازات الحكومة. يبقى عندنا الجانب الاقتصادي، الجانب الاقتصادي معناها اللي هو معناها عقب بخيل، يعني البلاصه اللي توجعنا تونس الكل. ان شاء الله على كل، احنا في نهايه مرحله وقريب تبدا مرحله جديده، ان شاء الله نوصلوا الى الحلول ومفتاح المفتاح اللي يفتح لنا الوضع، يعني لانه اذا ما نجمناش هذه انا نقول اخر فرصه يعطيها معناها خاصه الشباب، يعطيها للوضع لهذه الطبقه السياسيه كلها اخر فرصه باش تنجم تحول كما قلت المكاسب السياسيه الى مكاسب اقتصاديه، لان الثوره التونسيه راه في الاصل ليست ثوره سياسيه، هي ثوره اجتماعيه عميقه متعلقه بالتحسين الاوضاع الاقتصاديه للناس والمعيشيه وحل المشاكل المزمنه، معناها التفاوت الجهوي، البطاله، الفساد، ومعناها عطاو فرصه الناس هذوما للسياسيين، قالوا باهي عملوا لنا الحريه ومنظومه الحريه وكتبوا لنا الدستور ومن بعدين رجعوا لنا. طالت المده 9 سنين ما رجعوا لهمش، ما نتصورش انه الناس باش تصبر مده طويله اخرى يعني. زين، اذا تقييمك لوزراء النهضه بحكومه يوسف الشاهد؟ مثل بقيه الوزراء يعني ما عندهمش لا تميز ولا هما اقل ولا اكثر من بقيه الوزراء يعني لا اصلا انا اظن انه معناها الوزراء ليسوا ما همش يطبقوا في برنامج النهضه في الحكومه، يطبقوا في برنامج الحكومه، وهما افراد منها عاديين منضبطين لتعليمات رئيس الحكومه، ما شفناش حتى تباين ولا تفاوت ولا رفض معناها تنفيذ التعليمات الحكوميه، بحيث هما وزراء عادي كبقيه الوزراء، ما عنديش ما نقيم يعني على مستوى شخصي. تقييمك لخيارات حركه النهضه خلال الفتره الانتخابيه التي شارفت على الانتهاء، الفتره اللي فاتت تقييمك للحركه وسياسيا وحتى على المستوى الاقتصادي وفي الحكومة إلى غير ذلك؟ سياسيا نقول في مستوى صناعة القوانين والتفاعل وعمل لجان المجلس اللي هو معناها الجزء الأساسي من الحكم، حصيلة النهضة كانت إيجابية. صحيح فما إخلالات كبيرة كما قلت، مثلا إفراز استكمال النظام السياسي وإفراز المحكمة الدستورية، ولكن عموما الحصيلة على المستوى هذا كانت فما ارتباك في حركة النهضة في الموضوع الاقتصادي، ما عندهاش برنامج اقتصادي لحد الآن، معناها كانت ماهيش متناسقة برشا في مناقشة مختلف الميزانيات، معناها ما فماش خيط ناظم، ما دفعتش بقوة لموضوع هي تتبناه واللي هو يعتبر التجديد اللي هو الاقتصاد الاجتماعي ولا الاقتصاد التضامني واللي البلاد تحتاجه، ما تفعلتش مع قرارات ولا مقترحات مثلا كيف انا تمليك الشباب والعنايه بوضع الاقتصادي للشباب، يعني توسيع مجال الثروه في البلاد وتشجيع الشباب على بعث على خلق الثروه. ما النهضه ما بذلتش المجهود الكافي، ولكن نقول عموما الحصيله البرلمانيه من حيث الانضباط زاد، من حيث التعامل بايجابيه مع القوانين ومع ما تتطلبه مؤسسات الدولة من تسهيلات، نقول فما نوع من الإيجابية. سي لطفي، باش نمروا إلى سؤالنا الاعتيادي اللي في كل مرة نطرحوه على الضيف اللي يكون موجود معنا. البلاد التونسية تعيش أزمة على المستوى الاجتماعي الاقتصادي والسياسي، الحلول الكفيلة لإخراج البلاد من الأزمة مستقبلا أكيد حسب رأيك الشخصي وكسياسي فاعل على الساحة التونسية؟ أنا نشوف أنه أولا فما أمل،
بلادنا فيها إمكانيات كبيرة، فيها نخبة مثقفة ونخبة واسعة، فيها منها التاريخ مهم، التاريخ منها يدعو إلى الفخر والنجم ونستلهم منه معاني كبيرة، مطلوب فيها تقاليد دستورية، تقاليد منها في احترام مؤسسات الدولة. هذا النجم نبنيه عليه إذا منها فهمنا شنو المطلوب منا كطبقة سياسية. أنا أقول أول شيء عندنا 65% من الشعب التونسي اللي هما الشباب اللي أقل من 40 سنة، واللي هما في الحقيقة منها أمالهم ضعيفة، عينيهم على الخارج، يحبوا يشوفوا أماكن أخرى معناها يحسنوا فيها أوضاعهم، يشوفوا في أنفسهم متروكين، ما فهم حتى حد يبحث لهم على حلول لقضاياهم. الطريقة الوحيدة اللي يتعاملوا بها مع قضايا الشباب هي الردع، هي معناها أو التجاهل. ما فماش سياسيين يتحدثوا يفهموا لغة الشباب ويتحدثوا بها، حيث مطلوب أنه الفئة هذه ما تملك شيء، وأنها تملك صعيب ياسر، سواء أنها تكون عائلة، هذا يعتبر حلم كبير ونعرف شنو مصاريفه، أنها تملك سيارة، أنها تملك دار، هذا أكثر وأكثر، أنها تملك مشروع، لأنه الجيل اللي قبلهم كان منتهى الأمل بتاعه أنه يلقى وظيفة عمومية، يدخل مكان في الوظيفة العمومية تأمن له معناها بقية حياته وتأمن له التقاعد. هذا نشوفه احنا تعبات الوظيفة العمومية، وبدأت سواء باختيارات وطنية وإلا بضغوط من المؤسسات المانحة اللي تعاون فينا اقتصاديا، هذا ما عادش قاعد معناها ممكن، بحيث لابد من أنه الدولة تعكف على إبداع حلول. أنا تحدثت على تمليك الشباب، تمليك الشباب للأراضي، الأراضي الدولية، تأهيل هذه الأراضي وترتيبها وتنظيمها وإصلاح موضوع الملكية فيها، توزيعها للشباب، تمليكها للشباب تحت رعاية الدولة وبتأطير من مؤسسات الدولة ومن المهندسين التابعين الدولة إلى آخره. تمكين الشباب معناها اعطاء الاولويه للشباب في بعض المشاريع الاستثماريه، نجم نشترطوا على كل انسان مثلا نعطيه رخصه في ميدان اللي هو لوكراتيف فيه يجيب برشا فلوس، انه يدخل معاه في الشركه هذه مجموعات من الشباب، يدخلهم في راس المال وبعدين هم يخلصوه من الارباح نتاعهم، معناها خلق طبقه جديده، معناها هو اعطاء امل لهؤلاء الشباب انه في بلادهم ينجموا ينجوا وينجموا يصبحوا أثرياء وينجموا يعيشوا الرفاه. البحث على أنه الإطارات الكبيرة بتاع البلاد، المهندسين والطب والمختصين في الإعلامية والأساتذة الجامعيين، هذا النزيف الأكبر اللي تعاني منه البلاد في عقولها، أنه نرتقيوا بالشهاري متاعهم وبمستوى المعيشة متاعهم للبورصة الدولية، لأنه يعني فما بورصة في العالم لهؤلاء الناس اللي هما يصرفوا مدة طويلة ياسر من أعمارهم في الدراسة وفي البحث العلمي، وهما ناس أذكياء، يعني الناس الأذكياء والأكثر معناها اللي تم استقطابهم خاصة من الخارج، أي والأكثر نباهة، في عوض نخليهم يخرج الخارج. الأصل ارتقاء بالمنظومة معناها الشهاري بتاعهم للسالير بتاعهم باش توازي، معناها لأنه ما فماش معنى أنه مهندس يعيش في هنا يخلص معناه الخمس وإلا العشر بتاع مهندس يعيش في الضفة الأخرى معناه بعد 60 كيلومتر في إيطاليا وإلا في فرنسا، طبيعي أنه هو باش يمشي يبحث على وضع اجتماعي واقتصادي أفضل، يعني فهمتني. فهذه جملة من الإصلاحات اللي المسائل المتعلقة بالشباب، سواء المسائل الثقافية وإلا مسائل من نوع الآفات اللي تعرض لها الشباب، الإدمان والبطالة والانحراف، الكل يلزمها تعالج في إطار منظومة منها عقلانية لا تغلب كما قلت لك الردع، ما تعتمدش برشا على الجوانب الإيديولوجية والتقاليد، لا تبدع معناها حلول نستفيد من التجارب اللي البلدان اللي متقدمة علينا والبلدان اللي معناها نشحت في معالجة هذه الآفات. فهذا
نظن المنظومة السياسية القادمة إذا نجمت تستعيد ثقة الشباب معناها استعادت البلاد. إذا واصلت في تهميش الشباب معناها إحنا قادمين يمكن على انهيار الانتقال الديمقراطي والتحول إلى منظومة سياسية أخرى، وإن شاء الله ربي يستر. سي لطفي، باش نمروا الآن إلى فقرة مع أو ضد، باش نقدم لك مجموعة من المقترحات اللي في كل مرة أكيد نقدموها للضيف اللي يكون معنا في المباشر على تونيزي نيميريك لايف، باش تجاوبني مع أو ضد، مع إمكانية أكيد أنك تفسر علاش مع أو ضد، ولكن باختصار. سي لطفي، مع أو ضد تغيير النظام السياسي في تونس؟ أنا مع أنه نمشيو في نظام متناسق، النظام هذايا ماهوش معرف، صعب تعريف، وأنا سميته نظام شبه، هو نظام هجين ما تفهموش وين مركز الثقل نتاعو، مبني على الصراع والتنازع بين مؤسستين في التنفيذ، الأصل تعود السلطة التنفيذية سلطة واحدة، وتعود سواء عبر نظام برلماني في الحكومة وإلا عبر نظام رئاسي. أنا أقول أنه النظام الرئاسي يحتاج الشعب المرحلة الجاية باش يقول فيه كلمته عبر استفتاء وطني، يختار شنو نوع النظام السياسي اللي يحبه، فهمتني، والخبراء الدستوريون يكتبوا النظام السياسي ويوفروا فيه كل الضمانات انه ما يرجعش معناها نظام جائر كما كان في تونس. يعني مع او ضد المساواة في الميراث؟ انا بالنسبة للموضوع هذا نشوف انه فما فئتين في المجتمع، كل فئة معناها واسعة واضح اللي هي معناها المحافظة على النظام الحالي، وفما فئة تطالب بترك الحرية للناس ولأنهم يقسموا الميراث نتاعهم كما يريدون. الاقتراح السيد الرئيس شفناه أنه معناها إرضاء الفئتين، معناها أنا بنفس الروح، ولكن نقول أنه نجم نحافظوا على القانون هذا وإعطاء الحرية وإعطاء إمكانية للناس اللي طالب بالمساواة الميراث أنه يكون معناها انه يكون يقسموا الميراث نتاعهم حسب ما يريدون يعني، ولكن في المرحله هذه ما فهمش علاش نعملوا قلب للنظام، خليوا الموضوع اللي يحب معناها واللي يحب يعمل مساواه كمرحله اولى هو اللي يمشي صح، معناها هو ينص في ذلك على وصيته، وهذه مساله متعلقه بالاحوال الشخصيه. في الاحوال الشخصيه احنا نحترم كل إرادات مختلف الفئات في المجتمع، سواء الفئات الدينية وإلى الفئات الفكرية، حيث هذه مسألة متعلقة بالأحوال الشخصية. مع أو ضد تجريم المثلية الجنسية؟ نشوف أنه في النظام الديمقراطي كل المسائل مطروحة للنقاش، وما فماش مسائل طابوات. يعني الآن نقول أنه باش تنجح ديمقراطية يلزم احترام الفضاء الخاص للناس، ما ندخلوش في اختياراتهم الشخصية. الفضاء العام محكوم بالقانون، والقانون كما نعرفه معناها طريقة تغييره معروفة اللي هي البرلمان والانتخابات، فهمتني، ولكن في ما فما مفهوم غايب احنا وإلا ضعيف في الثقافة بتاعنا اللي هو مفهوم الفضاء الخاص، اختيارات الناس في لباسها، في شنو تتناول، شنو تعمل في ديارها، شنو سلوكها معناها اللي في اماكنها الخاصه. هذا نشوف انه مهمه اساسيه من مهام الانتقال الديمقراطي انه يعيد الاعتبار والا يؤسس هذا الفضاء الخاص، يؤسس الحريات الفرديه. مع او ضد ما يسمى بالربيع العربي؟ الربيع العربي هو معناها حركه جماهيريه كبيره كان الهدف نتاعها هو تغيير علاقة المواطن العربي بدولته، كانت من العنف ومن العنفوان في بعض الأماكن أنها تسببت في انهيار الدولة، تحولت إلى نوع من الحروب الأهلية، وغاب مفهوم الإصلاح السياسي فيها عندما استعمل السلاح، وأصبح الهدف بركة نعاود ونبنيو المجتمعات ونبنيو الدول بأي طريقة. يعني في تونس معناها هذا التي بدأ منها هذا الحراك معناها نجحت إلى حد الآن في تحويل هذا الحراك إلى عملية انتقال وإصلاحات كبرى، توا مازالت كما قلنا مقتصرة على الجانب السياسي، ولكن إن شاء الله تتحول إلى الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي، حيث هذا نظرة إليها. يعني مع أو ضد الإسلام السياسي؟ أنا أقول الإسلام السياسي في مرحلة من المراحل أصبح منذ ما قبل الثورات يعني أصبح عامل تقسيم للمجتمعات،
وعامل صراع بين المجتمعات والدولة، بينما الإسلام كدين وكجزء من هوية المجتمعات متاعنا هو عامل توحيد، عامل وحدة وعامل جمع للناس. في وقت من أوقات الإسلام تمكن حتى من جمع غير المسلمين اللي عاشوا في الثقافة متاعه، معناها دخلهم في المجتمعات وصارهم من اليهود اللي سكنوا معانا وإلى المسيحيين في الشرق الأوسط إلى آخره. معناها نجح باش يخليهم معناها في لحمة ولا الأقباط في مصر، ولكن مع بروز الإسلام السياسي وصعود الإسلام السياسي وانسداد الأفق السياسي من طرف الدول اللي كانت معناها تحول هذا إلى عامل التفريق، مع تحول طبيعة الدولة وانفتاحها، نحكي توا على بلادنا معناها، وابتعاد الدولة عن التدخل في الشأن الديني كما كان سابقا في قناعات الناس في ممارستهم لطقوسهم، الآن معناها لم يعد هناك مجال أنه يبقى الإسلام جزء من الصراع السياسي وإلا جزء من الدعاية السياسية. يلزم تحرير الإسلام مش فصل، لأن الإسلام فيه راه الجانب الاجتماعي والجانب السياسي ما نجموش ننكروه. الإسلام والإسلام ما فيش مؤسسة، ما فيش مؤسسة وسيطة بين المواطن ولا بين الفرد وربي سبحانه. معناه الإسلام هو دين اجتماعي، دين شعبي يتوجه إلى الناس مباشرة، فهذا الآن الأوان أنه نخرجوه من الصراعات السياسية ونستعمله كجزء من البرامج هو والدستور حسم الموضوع هذا. وما حدش فهم في تونس في الحقيقة من يقول أنه الإسلام ليس جزء من هوية الشعب وإلا يقلل من قيمة الإسلام وإلا يدعو إلى التدخل. يمكن مجموعات بسيطة غير مؤثرة، يعني ما هيش المينستريم، ما هيش التيار الأساسي اللي يقول معناها أنه نهمشوا الإسلام ولا نبعدوه. فهذا الأصل أنه الأحزاب السياسية تتخلى، تنقص أقصى ما يمكن من الخطاب الديني، تعطيش انتباع أنه هي توعظ في الناس وإلا تتحدث باسم المقدس وإلا برامجها معناها هي جزء من تكتسي صبغة معناها قدسية باعتبار استعمال النص الديني، ونركزوا على البرامج، نركزوا على تفاصيل هموم المواطن ومشاكله معناها في مختلف العصر. مع أو ضد عودة رموز وقيادات التجمع للعمل السياسي؟ أنا مع رفع أي استثناء. اللي يمنع من العمل السياسي والترشح هو القانون، هو القيام بأعمال مخلة بالشرف وإلا صدور أحكام ما يحدده القانون، ليس لا الانتماء السياسي القادم ولا الانتماء السياسي الحالي، كل المواطنين سواسي أمام القانون. مع أو ضد الحكم بالإعدام؟ في الأوضاع هذه اللي عيشها العالم تعيشها معناها أنا ضد. مع أو ضد اعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيم إرهابي؟ جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة كبيرة في العالم، معناها هي معناها الحكم عليها بالجملة هكا معناها وهي فيها فصائل مختلفة في بلدان مختلفة وفي أوضاع مختلفة. الحكم عليها بالجملة، أنا مانيش مع الحكم الأحكام هذه بالجملة يعني شيلة بيلة، يعني معناها كل حالة وحالتها يعني. ما والمعروف أنه الحركة هذه رغم الجدل والصراعات الدائرة حولها ورفض بعض المجتمعات لها، ولكن معناها الباحثين الغربيين والناس المختصين في الإسلامولوجيا ما يتهموهاش بهذه الاتهامات يعني. مع أو ضد السماح بعودة بن علي إلى تونس؟ مع، أنه رئيس بن علي في الأخير هو الرئيس السابق لتونس، هو شخص معناها خدم في مؤسسة معناها سيادية في الجيش الوطني لمدة طويلة من حياته. أنا ما نشوفش حتى وهو الآن في سن متقدمة، ما نشوفش حتى ممكن فما ناس تقول يتحاسب على الأفعال اللي عملها. القضاء الآن القضاء في تونس حر معناها وله علوية، والدولة فماش في الدولة بشكل رسمي شكون يتدخل في ممكن فما ناس تحاول تتدخل في القضاء ولكن ليست الدولة على كل حال، فهمتني؟ فماش علاش الرئيس السابق لتونس ما يجيش يواجه القضاء بتاع بلاده. فما أنا واحد من الناس عديت مدة طويلة في المهجر هارب من لو كنت ضامن أنه نتعرض لمحاكمة عادلة وما نتعرضش لانتهاكات جسدية، فهمتني؟ ونأمن على حياتي كنت روحت في أي لحظة من اللحظات، يعني ما كنتش عمري ما كنت قابل أنه نعيش في المهجر يعني، فهمتني؟ فبن علي في بلاده ما هوش له باش يتعرض لإهانات ولا باش يتعرض لانتهاكات جسدية، لما لا يعود يعني.
واضح سيدي. في الختام، كلمة الختام ليك، كلمة أو رسالة تتوجه بها للمتابعين اللي يتفرجوا فيك حاليا وللتوانسة عموما. أنا أقول أنه في هنا شفنا معناه في مناسبات كبيرة، في بعد 11 جانفي في بعد 14 جانفي 2011، بعد وفاة السيد رئيس الجمهورية، معناها كيفاش التوانسة أخرجوا أفضل ما عندهم، وشفنا كيفاش البلاد تكون والوضع يكون ووضعنا النفسي يكون وقت اللي البلاد تخرج أفضل ما عندها. معناها البلاد هذه قادرة تكون في مصاف الدول المتقدمة، كنا نجموا نتصرفوا كما يتصرفوا البلدان المتحضرة، وإحنا بلد معناها عريق جدا في الحضارة وفي التاريخ، حيث بشوية مجهود بشوية تكاتف بشوية اهتمام كما قلت بالشباب اللي هو الفئة الأوسع في البلاد، نجم تونس هذه نحاولوها، ما نمش نقول جنة، مانيش شخص مثالي، ولكن نحاولوها إلى مكان يطيب فيه العيش مع بعضنا. الانتخابات الرئاسية أنا أدعو الناس باش تتوجه إكراما ليروح السيد الرئيس بكثافة كبيرة للانتخابات، خاصة الانتخابات الرئاسية، باش تختار الشخص اللي تشوفه الأفضل واللي تشوفه الأقرب ليها واللي تشوفه الأحرص على مصلحة البلاد، فهمتني؟ وإن شاء الله بلادنا نجموا نخرجوها من وضع هذا إن شاء الله مع بعضنا. مشكور سيدي على رحابة صدرك ويعطيك الصحة.